أجهزة الاستخبارات العسكرية السودانية تعتقل عددا من كبار قادة الجيش، والكشف عن موعد توقيع الإعلان الدستوري. وفي أول خطاب له كرئيس وزراء لبريطانيا، بوريس جونسون يعلن أنه سيناقش اتفاقية جديدة مع بروكسل بشأن بريكزيت. وتشاهدون أيضا في الزاوية الرياضية، عام واحد بالتمام والكمال يفصل طوكيو عن أولمبياد 2020. أهلا بكم مجددا في النشرة المركزية. قالت مصادر مطلعة أن أجهزة الاستخبارات العسكرية في السودان اعتقلت عددا من كبار قادة الجيش، ووفقا للمصادر فإن من بين الضباط المعتقلين رئيس هيئة الأركان اللواء هاشم عبد المطلب وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح. ولم تتضح بعد أسباب تلك الاعتقالات، إلا أن المجلس العسكري الانتقالي كان يتحدث عن مخططات لمحاولات انقلابية من قبل ضباط في القوات المسلحة، كما أن رئيس المجلس الفريق عبد الفتاح البرهان كان قد ذكر في وقت سابق عن ضلوع ضباط كبار في الجيش في فض اعتصام القيادة العامة في مطلع الشهر الماضي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من باريس الناشط السوداني محمد آدم. سيد محمد، بداية نبدأ بالكشف عن موعد التوقيع على الإعلان الدستوري، هل فعلا تم تحديد هذا الموعد باليوم الأحد المقبل؟ نعم، شكرا على الاستضافة. نعم، تم تأجيل التوقيع على الاتفاقية لعدة اعتبارات، منها أن هنالك قوة أخرى لم تلتحق برقب التفاوض والنقاش في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وأيضا هنالك عدة وجهات نظر ومواد أخرى لم يتم الاتفاق عليها، فبالتالي تم إرجاء هذه الاتفاقية إلى حين إشعار آخر. نعم، هل فعلا أيضا كان هناك محاولة انقلابية أو يعني عمليا يعني اعتقال عدد من كبار قادة الجيش؟ بماذا تفسرونه أنتم؟ نعم، سمعنا الأخبار التي تتوارد من هناك أن هنالك حملة اعتقالات واسعة وسط قيادات الجيش، حتى هذه اللحظة شمل الفريق هاشم عبد المطلب رئيس الأركان وقائد المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح، وأيضا قائد المنطقة المركزية اللواء بهر الدين أحمد بهر، واللواء عبد العظيم علي اللمين اللي هو مسؤول الدفاع الشعبي. ولكن نحن في تقديرنا كل هذه الاعتقالات ينم أن هنالك إشكالات كبيرة جدا داخل المؤسسة العسكرية، معسكر حميتي الذي يترأس الجنجويت أو قوات الدعم السري، ومعسكر البرهان الذي يعني يرفض بقاء ووجود حميتي في الخرطوم. يريدون أن التخلص من نائب رئيس المجلس العسكري، لأن حميتي الآن بدأ يصرح بإبارات ربما يعني ستغلب موازين القوة داخل المجلس العسكري في المستقبل القريب. فبالطبع هذه الاعتقالات هي دلالة على أن ما حصل في اليومين القادمين من تراشق وملاسنات في أحد الاجتماعات بين قيادة القوات المسلحة يؤكد تماما أن هنالك تيار يرفضون حميتي. يعني عندما كان المجلس العسكري يتحدثون ما كان عليه، يعني عندما كان يتحدث المجلس العسكري بأن هناك ضباط متورطون في فض الاعتصام، أنتم يعني تقولون بأنه يريد أن يلصق التهمة بعدد من كبار قادة الجيش الذين ربما حاولوا أن ينقلبوا على المجلس العسكري؟ نعم، من المستغرب أن يخرج لنا المجلس العسكري ويتحدث عن هنالك انقلابات، أكثر من 5 انقلابات نسمعها حتى هذه اللحظة، ولم نرى حتى هذه اللحظة مجموعة من الضباط الذين يقومون بهذه الانقلابات يساقون إلى المحاكم أو يتم أرضهم في تصوير واضح للقنوات الرسمية للدولة، حتى أن نشهد هذه الانقلابات كيف تتم ومن من ومن الذين يقومون بهذه الانقلابات. لكن 5 انقلابات حتى هذه اللحظة، هذه دلالة على أن المجلس العسكري ما زال يكذب ويستمر في الوقت لكي يريد تمكين نفسه. هنالك خلافات عميقة داخل المجلس العسكري، فبالتالي هم يريدون تمويه الشعب السوداني ومحاولة قضاءهم عبر هذه الانقلابات. سيد محمد، يعني أنتم تقولون بأن هناك خلافات عميقة بين المجلس العسكري. نعم، قادر على حماية الأمن. نعم، والمواطن في السودان. نعم، يعني الكثير من المراقبين وأيضا المعارضين يقولون أن هناك خلافات واضحة وكبيرة في صفوف الجيش وفي صفوف المجلس العسكري. في المقابل
المقابل هناك أيضا انقسامات وخلافات في قوى الحرية والتغيير وفي قوى المعارضة أيضا. ليس صحيح، هنالك تباينات في وجهات النظر أنا أسميها داخل قوة إعلان الحرية والتغيير وداخل الجبهة الثورية. الآن الفرقاء مجتمعون في العاصمة الأثيوبية أديس لمزيد من المشاورات ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني. هنالك تباينات في وجهات النظر، ومن الطبيعي أن يكون هنالك تباينات في وجهات النظر طالما هنالك أكثر من كتلة وأكثر من مجموعة الآن يجتمعون على مائدة واحدة لمزيد من الحوار. نعم. ومزيد من النقاش. هذه تباينات في وجهات النظر وليس اختلاف. نعم. وصلت الفكرة. في الساعات القليلة القادمة سنشهد نقلة حقيقية وبشريات سارة. نعم. من العاصمة أديس أبابا بإذن الله. الناشط السوداني محمد آدم كنت معنا عبر خدمة سكايب من باريس، شكرا جزيلا لك. إلى موضوع آخر، حيث ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمع مع أكثر من 40 عضوا بمجلس الشيوخ في البيت الأبيض، وذلك لبحث رد على قرار تركيا شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400. وكان ترامب قد قال الأسبوع الماضي أنه لا يدرس فرض عقوبات على تركيا في الوقت الراهن، ويخول القانون الأمريكي للسلطة التنفيذية فرض عقوبات فيما يتعلق بصفقات دفاع معينة مع روسيا بموجب تشريع يطلق عليه مكافحة أعداء الولايات المتحدة والمعروف اختصارا باسم قانون كاتسا. نشرت وزارة الدفاع التركية مقطع فيديو لمجموعة من البوارج أرسلتها تركيا لمرافقة سفن التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص. وذكرت صحيفة تركية أن الجيش التركي خصص بارجة حربية وغواصة وقوارب هجومية لحماية سفن التنقيب. تأتي هذه الخطوة التركية في ظل الرفض الدولي والأوروبي لأنشطة أنقرة قبالة السواحل القبرصية. قال كبير المحققين في التفجيرات التي شهدتها سريلانكا في عيد القيامة أن الشرطة لم تعثر على أدلة كافية تثبت أن عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية ضالعون بشكل مباشر في التفجيرات، رغم إعلان التنظيم مسؤوليته عنها. وأودت الهجمات التي استهدفت كنائس وفنادق في كولومبو وفي شرق البلاد بحياة أكثر من 250 شخصا في أسوأ تفجيرات انتحارية منذ انتهاء الحرب ضد مقاتلي التامين الانفصاليين في عام 2009. ألقى رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون كلمته الأولى كرئيس وزراء لبريطانيا بعدما أتمم مراسم تسلم مقاليد رئاسة الوزراء في قصر بيكنغهام في بعد ظهر اليوم. وقال جونسون إن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 من تشرين أول أكتوبر. وتحدث جونسون في داونينغ ستريت واعدا بإنجاز اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي. أقوال جونسون يتعارض إلى حد ما مع التوجه الأوروبي عامة الذي عبرت عنه بعض القوى السياسية في التكتل، فيما قدمت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي استقالتها للملكة إليزابيث. يسرني أن أسلم السلطة إلى زعيم جديد من حزب المحافظين ورئيس الوزراء الذي عملت معه عندما كان عضوا في حكومتي، وهو ملتزم بمبادئ المحافظين، ورأيته يحافظ على دور المحافظين عام 2017 لتطبيق تصويت البريطانيين عام 2016 ولمنح مستقبل مشرق لهذا البلد. مشاهدينا، أبرز محطات حياة رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون ومن هو في هذا التقرير.
أمرت محكمة في باكستان بحبس المتهم بأنه العقل المدبر لهجوم مومباي 14 يوما على ذمة التحقيق، وبعد جلسة عقب القبض عليه الأسبوع الماضي بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب. حافظ سعيد، وهو المتهم بأنه العقل المدبر لهجوم استمر 4 أيام على مدينة مومباي العاصمة المالية للهند في عام 2008. جاء القبض عليه قبيل زيارة قام بها رئيس الوزراء عمران خان إلى واشنطن. أعلن المحقق الخاص روبرت مولر أمام الكونغرس أن تقريره حول التحقيق في تدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية لم يبرئ الرئيس دونالد ترامب بشكل تام، ولا سيما من شبهة إعاقة سير العدالة، وذلك خلافا لما يؤكده الرئيس الأمريكي. وأكد مولر أيضا أن التحقيق الذي أجراه واستمر نحو 2 أجري بنزاهة واستقلالية تامة. من غير المعتاد أن يدلي المدعي بشهادته حول التحقيق الجنائي، وبالنظر إلى دوري كمدع عام هناك أسباب تجعل شهادتي محدودة بالضرورة. نبقى في الولايات المتحدة، حيث أدى مارك إسبر اليمين الدستورية وزيرا للدفاع أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس، وذلك بعدما وافقت غالبية مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينه في هذا المنصب بعد 7 أشهر من استقالة جيم ماتيس، لتنتهي أطول فترة ظل فيها هذا المنصب الحيوي من دون وزير دائم. يذكر أن العسكري المتقاعد كان يعمل مساعدا لأحد أعضاء مجلس الشيوخ ومسؤولا في البنتاغون في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن. وأيضا لنتعرف على شخصية وزير الدفاع الأمريكي الجديد في هذا التقرير. التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون عددا من المسؤولين في كوريا الجنوبية لبحث الملفات التي تخص علاقات البلدين، ومن بينها نزع السلاح النووي الكوري الشمالي والخلافات التجارية بين سول وطوكيو. وسط نزاع تجاري بين كوريا الجنوبية واليابان، اجتمع اليوم مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بوزير الدفاع الكوري الجنوبي جينغ دو بمقر وزارة الدفاع في العاصمة الكورية، حيث بحث الطرفان عددا من القضايا الثنائية تشمل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي وسبل تعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية في وقت تبحث فيه طوكيو رفع سيئول من قائمة الدول التي تخضع للحد الأدنى من القيود التجارية، وهو ما سيقضي بوضع قيود أشد صرامة. ووسط تعثر المحادثات النووية مع كوريا الشمالية، التقى بولتون أيضا وفي زيارته لكوريا الجنوبية بمستشار الأمن الوطني للمكتب الرئاسي جون جونغ، اتفق الطرفان على ضرورة بذل الجهود الدولية من أجل ضمان الملاحة البحرية، فضلا عن ضرورة تحقيق تقدم في المحادثات النووية مع كوريا الشمالية. يأتي هذا في وقت اخترقت فيه أمس طائرات روسية وصينية المجال الجوي لكوريا الجنوبية. اقترح بولتون بعدها إجراء تعاون وثيق بين سيئول وواشنطن في حوادث مماثلة لدخول طائرات في منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي الكوري. هدفنا الرئيسي، وأعلم أنه هدفكم أيضا، وإظهار التحالف الأمريكي مع جمهورية كوريا أقوى. لقد حافظ بالفعل هذا التحالف على السلام في المنطقة لفترة طويلة، ونأمل أن نواصل القيام بذلك. روسيا من جهتها أكدت أن الطائرات تجاوزت المجال الجوي ربما بسبب خلل فني، معربة عن أسفها العميق إزاء الحادثة، متعهدة بإجراء تحقيق في القضية. حذرت وزارة الدفاع الصينية من أنها مستعدة لخوض حرب إذا اتخذت إجراءات نحو استقلال تايوان، واتهمت الولايات المتحدة بتقويض الاستقرار الاستراتيجي العالمي، كما ونددت ببيعها أسلحة للجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي. طبول الحرب وتداعياتها بين واشنطن وبكين تقرع من جديد على الحدود الصينية التايوانية،
فتصعيد تايوان الأخير بالرغبة بالإعلان عن استقلال الجزيرة لاقاه رد صيني حازم على لسان الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية بأن بكين لا تستبعد استخدام القوة في إعادة توحيد تايوان مع البلاد، متعهدة باتخاذ كل الإجراءات العسكرية اللازمة للقضاء على ما وصفتهم بالانفصاليين، مشيرة بإصبع الاتهام إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتقويض الأمن في الجزيرة، الأمر الذي استنكرته تايوان واصفة التصريحات الصينية بالسلوك الاستفزازي وأنها تؤثر على السلام الإقليمي وعلى بكين في التعامل مع الأزمة في هونغ كونغ بعقلانية. إن التهديد الانفصالي في تايوان يتنامى وأن كل من يسعى لتحقيق استقلال تايوان سيصل إلى طريق مشدود، وكل من يتجرع على فصل تايوان عن الصين سيحاربه الجيش الصيني، وسندافع بحزم عن وحدة البلاد وسيادتها. كما أعربت الصين عن قلقها وشكوكها حيال ما وصفته بالتحركات الأسترالية والأمريكية واليابانية لتعزيز تواجدها العسكري وتحالفاتها في منطقة المحيط الهادئ وآسيا، حيث تعد الولايات المتحدة الأمريكية المورد الرئيسي للأسلحة الدفاعية إلى تايوان، وتشهد العلاقات بين الصين وتايوان توتراً منذ عام 1949، ولا تعترف بكين باستقلال تايوان وتعتبرها جزءاً من الأراضي الصينية وترفض أي محاولات لسلخها عن الصين، وبالمقابل لا تعترف تايوان بالحكومة الصينية المركزية. وفي الاقتصاد، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس إن إسرائيل ستبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في غضون 4 أشهر. وذكر الوزير الإسرائيلي أيضا أن اتفاق شراء حصص في خطط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط بين البلدين سيتم استكماله في غضون أسابيع، مضيفا أنه من الممكن إقامة المزيد من الروابط بين مصر وإسرائيل. أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونيتشين أن محادثات على مدى 2 أسابيع ستعقد بين مسؤولين أمريكيين وصينيين في شنغهاي الأسبوع المقبل، سعيا إلى تحقيق تقدم في الخلاف التجاري المستمر بين البلدين. وقال الوزير الأمريكي أنه سيترأس مع ممثل التجارة الأمريكي الوفد الأمريكي، وسيكون ذلك أول اجتماع مباشر بين الجانبين منذ انهيار المحادثات في مايو أيار بعدما اتهم ترامب بكين بالتراجع عن التزاماتها. مشاهدينا، إلى الزاوية الرياضية. دخلت طوكيو الأربعاء المحطة الأخيرة من استعداداتها الأولمبية الماراثونية مع بدء العد التنازلي النهائي لاستضافتها الألعاب الأولمبية الصيفية بعد عام، مع وعد من المسؤولين بحدث عالي التقنية صديق للبيئة. عام واحد بالتمام والكمال يفصل طوكيو عن أولمبياد 2020، فمع بدء العد التنازلي لاستضافتها الألعاب الأولمبية الصيفية تدخل اليابان المحطة الأخيرة من استعدادات البطولة. وتم اليوم استعراض وكشف الميداليات الخاصة والتي يبلغ قطر الواحدة منها 85 مليمترا، تحمل صورة الإله مايكي إله النصر عند اليونانيين، صممها يونشي كاوينشي. وشارك في الاحتفال الذي أقيم في العاصمة اليابانية كل من توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية وشينزو أبي رئيس وزراء اليابان. أخيراً أمامنا عام حتى انطلاق طوكيو 2020، قبل 6 سنوات عندما منحت طوكيو لاستضافة الألعاب قلت في مقابلة أنه تبقى 7 سنوات. لقد مرت السنوات 6 الماضية بسرعة كبيرة، وأنا سعيد لسماع أن الاستعدادات قد نفذت كما هو مخطط لها. وأشاد بويخ باستعدادات طوكيو وبما تحققه من عمل داخل العاصمة، وركز اليابانيون على التقدم السريع في بناء المنشآت، متعهدين أن تكون نقطة انطلاق لإنشاء طوكيو جديدة. يمكنني حقا أن أقول أنني لم أرى أبدا أي مدينة أولمبية جاهزة تماما ومستعدة قبل عام واحد من الألعاب كما هي طوكيو بالفعل.
وتسعى اليابان لاستعراض القدرات التقنية العالية على تراجع اسمها كمبدع صناعي من المرة الأخيرة التي استضافت فيها الألعاب عام 64، وأبهرت العالم بقطاراتها الفائقة السرعة، بينما تسعى الحكومة إلى إبهار الزوار بكل شيء بما في ذلك وسائل النقل. وينضم إلينا حول هذا الموضوع وفي الزاوية الرياضية الزميل أدهم حبيب الله، محلل الشؤون الرياضية. أدهم، يعني ليس غريبا على طوكيو أن يعد مسؤولوها بأن تكون يعني هناك تقنية عالية وصديقة للبيئة في هذه الأولمبياد عام 2020؟ بداية محمد، يعني كان هناك نوع من التحدي في هذه المسابقة والتجهيزات، يعني كان هناك حديث طويل كيف تم منح أولمبياد 2020 لطوكيو في ظل حرارة الطقس، وأيضا كملة في قطر فيما يتعلق بحق الاستضافة، ولكن استغلت هذه الدولة الوقت الكافي من أجل التجهيز. اليابان تريد العودة بعد الاستضافة التي كانت عام 64 وإبهار العالم في كل التكنولوجيا. وأنا أعد هذا التقرير، وأيضا أنظر إلى يعني الفيديوهات التي تم نشرها فيما يتعلق في المسائل التكنولوجية والملاعب. على ما يبدو نحن بانتظار في هذه المسألة. نعم، نحن بانتظار أولمبياد لربما قد يكون كما أشار إليه رئيس اللجنة التنفيذية للأولمبياد، أولمبياد خاص هذه المرة في طوكيو، وهو ما يؤكد عليه اليابانيون أيضا أنا في صدد بناء طوكيو جديد بعد أولمبياد 2020. نعم، إذا ما انتقلنا إلى أوروبا وإلى ألمانيا وبايرن ميونخ، ومدير هذا النادي سيتقاعد في نوفمبر تشرين. هذه هي التصريحات، وأيضا وفق الإعلام الألماني الذي يشير أن رئيس النادي، رئيس نادي بايرن ميونخ أولي هوينس، يريد التقاعد في نوفمبر، علما أن ستجرى انتخابات. الأندية الألمانية محمد، يعني هناك تصويت، يعني لا يوجد ملكية لشخص معين بعكس ما يحدث في الدوريات، في الدوري الإنجليزي هناك ملكية للنادي، هناك استثمار أكثر، ولكن الملكية تعود للجمهور، ولذلك وقرر عدم المشاركة في الانتخابات، علما أن هذا يعني هذا الرئيس شهد العديد من البطولات، وتحديدا البطولة الأخيرة التي كانت في بايرن ميونخ الأخيرة في الدوري الألماني. باعتقادي هناك بديل له، وهو عضو في شركة أديداس، شركة أديداس الرياضية، ولذلك طبعا يعني هو يقول أنه أنهى مسيرته مع بايرن ميونخ ليفتح المجال أمام آخرين. أدهم، انتقالا إلى الدوري الإنجليزي وانتقالات الصيفية، مانشستر يونايتد هناك تحركات وانتقالات صيفية. نعم، لابد من الحديث عن فريق مانشستر يونايتد، هذا الفريق منذ أن تسلم سولشاير مهام التدريب لهذا الفريق، علما كان هناك طموح وتوقعات أن يصل هذا الفريق مع مدربه جديد على الأقل إلى دوري أبطال أوروبا، فشل بالمهمة، ولكن هو يريد بناء فريق قوي. العديد من الأسماء التي يعني انتقلت في ذكرت وسائل الإعلام العديد من اللاعبين، لاعبي مانشستر يونايتد، وتم ربطهم بالعديد من الأندية. لوكاكو هو اللاعب الذي يعني مؤخرا تم ذكر اسمه كثيرا في لإنتر ميلان الإيطالي، ولكن أكد مؤخرا وبشكل نهائي عدم انتقاله لهذا الفريق. بول بوغوا كذلك الأمر. ولذلك قبل كل شيء فلنستمع أيضا إلى مقاله مدرب مانشستر يونايتد سولشير بعد المعسكر التدريبي، وأيضا عن بول بوغبا. أعتقد أن جماهيرنا تعرف ما قدمه بول بوغبا للنادي وما يمكن أن يقدمه لنا. بالطبع هناك بعض الأصوات الصاخبة القليلة، وهي مجموعة صغيرة حقا. بول كان في قمة عطائه مع المجموعة، وأعتقد أن كل مني ومن اللاعبين سوف يشهدون على ذلك. لم تكن هناك أي مشكلة أبدا. الزميل أدهم حبيب الله، محلل الشؤون الرياضية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، الختام من العراق، ومع لاجئة يزيدية تحلم بتأليف كتاب عن معاناة اليزيديين في ظل حكم ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. تحلم هالة سفير، امرأة يزيدية نازحة، بتأليف كتاب عن الحياة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية داعش للمدينة العراقية سنجار، وتقول إن قصتها ليست بالقصة التي يمكن سردها في كتاب واحد. تأتي هالة إلى مكتبة بمخيم بيرسفي للاجئين بمدينة زاخو لتقرأ الكتاب عن معاناة اليزيديين تحت رحمة التنظيم المتشدد. والله بصراحة إذا أنا صرت مؤلفة قصتي تصير يعني كتب، ما تصير كتاب. ومو بس أنا، أي وحدة شافت يعني أي وحدة تعانت مثل ما نحن تعانينا تصير كتب.
فتحت المكتبة أبوابها في المخيم الشهر الماضي بعد أن تمكنت نازحة يزيدية تدعى أميرة عت السنجاري من جمع 2400 كتاب وقصة قصيرة، حيث تأمل أن ينسى القراء أنفسهم في عالم الكتب ويجدوا السلوى التي تنسيهم ما ارتكبه تنظيم داعش في حقهم. هدفي إنه الشباب والبنات يجون يقرؤون هنا ويعني يطلعون من مأساة النزوح وينسون كارثة داعش اللي صار بيهم، إنه أكو حالات يعني صار عندهم حالة نفسية، فرح يجون هنا يقرون ويعني يرتاحون نفسيا بالقراءة، رح يكون الكتاب صديقهم المقرب. راح أكثر من 9000 يزيدي ضحايا لفظاع التنظيم المتشدد من خلال أعمال إطلاق الرصاص وقطع الرؤوس وإحراق الناس أحياء، فيما وصفته الأمم المتحدة بحملة إبادة جماعية. نهاية النشرة، يلقاكم على رأس الساعة الزميل مهند نبيل في النشرة المسائية، ويطرح فيها ملفا السودان والتقارب الأردني التركي.